مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ بالفيديو حابب أتشكر الناس تعلق لي تعليقات حلوة زيها. شكرا على دعمكم، شكرا على تعليقاتكم الحلوة، فعلا هذه التعليقات هي دعم بالنسبة لإلي. شكرا لكل واحد علق بتعليق حلو على الفيديو الأخير واللي قبله واللي قبله أو على أي فيديو بقناتي. شكرا لكم كلكم. فيديو اليوم حيكون تحدي، والتحدي حيكون على سكار والMP40 اللي هو الرشاش الأحمر. عندنا 1000 جوهرة حنصرفهم على هذه البكشات تبع سكار وتبع الرشاش الأحمر. رح نشوف إذا عطونا هذا الرشاش دائم، إذا عطونا هذا الرشاش أو سكار دائم، فأنا رح أوزع 4 أو 5 أقنعة. خلينا نصرف هذه 1000 جوهرة اللي عندنا على هاي البكجات ونشوف، بلكي يكون الحظ يا رب خرافي اليوم ويعطونا السكار او الرشاش دائم. سو اصدقائي ما بدي اطول عليكم في مقدمة الفيديو، خلونا نبلش ونشتري البكجات ونشوف الحظ حيكون خرافي او لا اليوم. Let's do it. نفوت على هذا الموقع الخرافي، اكيد الكل بيعرف هذا الموقع. زي ما انتم شايفين انا عندي تخفيض بهذا الموقع 40%، طبعا اعتقد اقل واحد بالفري فاير هيك اخذ. عندنا الصندوق سعره الاصلي 90، نحن راح ناخده 54. اوكي خلينا نشتري. لا مش 5 صناديق، خلينا نشتري صندوق واحد بس بالاول نشوف وبعدين نكمل. اوكي سكار لمدة 24 ساعة، مش مشكلة، لسه معنا 1003 جواهر. خلونا نرجع نشتري ونشوف، بلكي يكون حظنا بالصناديق الجاية. اوكي هدول 4، خلونا نفتح هذه 4 صناديق ونشوف اذا كان حظنا خرافي بهدول 4. اوكي الرشاش لمدة 7 ايام، انا صراحة نفسي بهذا الرشاش دائم. اعطونا كمان 3 ايام، سكار 24 ساعة، سكار كمان 24 ساعة. اوكي مش مشكلة، خلونا نرجع نشتري ونشوف، لسه معنا 787 جوهرة. خلونا نرجع نشتري كمان هدول كمان 3 صناديق. الصندوق الاول سكار 3 ايام، الرشاش 3 ايام، كمان رشاش 24 ساعة. اوكي لو يعطوني اياهم كلهم رشاش احسن، لانه حتى لو مش دائم بس يعطوني بس رشاش، لانه انا سكار ما بستعمله. خلونا نشتري كمان 2 3، خلونا نشتري هدول 5، روح نفتحهم يمكن يكون الحظ برقم 5. الصندوق الاول رشاش 24 ساعة، الثاني سكار 7 ايام، والرشاش 3 ايام، سكار 7 ايام. خلونا نفتح الاخير 7 ايام. اوكي مش مشكلة، لسه معنا 355 جوهرة، يمكن يكون الحظ بهدول 355 جوهرة اللي ضلوا. كمان 3 صناديق. اربعة وعشرين ساعة رشاش، رشاش 3 ايام، سكار لمدة 7 ايام. اوكي مش حلو كتير يعني، بس اتس اوكي. خلونا نشتري كمان 2 نشوف، باقي معنا بس 85 جوهرة، يعني 24 ساعة رشاش، سكار 24 ساعة، طل معنا بس 85 جوهرة. خلونا نشتري فيهم كمان صندوق، يمكن يكون هذا الصندوق الأخير يكون الحظ بهذا الصندوق. اوكي خلونا نفتح سكار 7 ايام. الحظ كان مش سيء جدا، خلينا نقول كويس، لانه سكار عندنا صار لمدة 41 يوم، مع اني ما بستعمله بس كويس. عندنا الرشاش الرشاش هذا الزهري لمدة 22 يوم، خلينا نحطه بالعرض لانه منظره حلو بالعرض هذا السكار. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا باللايك وبالسبسكرايب، اشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يصلكم بكل فيديو جديد انا بنزله. بالنسبة للمسابقة تبع 5000 جوهرة، المسابقة لسه ما انتهت، رح تنتهي هذه المسابقة ب 10 فبراير، لسه عندنا 10 ايام وقت. بالنسبة للناس اللي ما بتعرف المسابقة رح احط لكم رابط الفيديو تبع هذه المسابقة تحت بالديسكريبشن بصندوق الوصف.
انزلوا الديسكريبشن، راح اكون كاتب لكم فوق الرابط رابط فيديو المسابقة، فوتوا على هذا الموقع راح ياخذكم للفيديو، شوفوا شروط المسابقة، شاركوا بهذه المسابقة. إذا كنتوا حابين تفوتوا بالسحب على 5000 جوهرة، راح أوزع 1000 جوهرة لكل شخص. باقي معنا بس 10 أيام وقت وتنتهي هذه المسابقة. كان المفروض إنه الفيديو يوصل 300 لايك، بس للأسف الفيديو لحد الآن ما وصل أكثر من 60 لايك يمكن، وباقي بس 10 أيام. أوكي، إذا خلص الوقت والفيديو ما وصل 300 لايك راح نعمل مسابقة جديدة، والمسابقة الجديدة حتكون على كروت جوجل بلاي، راح نحكي عنها يوم 10 الشهر، راح أحكي لكم شو هي هذه الشروط خليك تفوت بالسحب على كروت جوجل بلاي. طبعا الكروت حتكون من فئة 10 يورو أو 10 دولار. سو أصدقائي، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشتركوا بالقناة إذا كنتوا حابين، ولا تنسوا دعمكم لنا باللايكات. أنا علي عمر، واشوفكم إن شاء الله على خير.